دكتور أسامة نعيمي، يا صباح الخير. صباح السعادة وصباح الشكر والامتنان لكم، وشكرا لحضورك معنا الدائم دكتور. أنا ممنون منكم، ممنون من كل شخص ما يشوفه الآن في الاستوديو ويخلي هذه العملية موجودة بهالدقة وبهاللطافة هذه. شكرا لك على كلماتك الجميلة اللي تفتح النفس. وبما أنه إحنا قاعدين نتكلم على كلمات الشكر والامتنان والكلمات اللي ممكن نعبر فيها عن النجاح اللي قدامنا أو نعطي طاقة إيجابية، وإحنا شايفين مود اليوم أو مزاجه اليوم متعكر، إيش التأثير النفسي العظيم للكلمة؟ طيب إحنا دائما نشير إلى الشكر والامتنان على أنه كلام، هو مو بالضرورة يكون كلام ومو بالضرورة يكون موجه إلى الآخر، بس عشان نوضح بعض الأحيان قد يكون الشكر والامتنان للذات نفسها. شكر والامتنان لله سبحانه وتعالى طبعاً. للدولة اللي خلت الأمور طيبة، شكر والامتنان للأشخاص اللي ما موجودين أمامنا لكن إحنا نشعر أنه إحنا محتاجين أن نذكرهم بالطيب. الشكر يجب أن يكون مش مجرد بس شيء لفظي أوتوماتيكي نسويه لمجرد أن هي عملية تعلمنا عليها مثل صباح الخير صباح الورد، يجب أن يكون لفظ مع تصرف أو حتى إطلالة أو نظرة أو كلمة أو ابتسامة تشعر الآخر أنه إحنا تجاوزنا مرحلة الأوتوماتيكية الآلية في التعامل معه، بالعكس إحنا نخصه بهذا الشيء حتى هو يشعر أنه الرسالة نريد أن نوصلها هي موجهة لشخص الكريم وليست مجرد كلمة ألو ألو. جيد، يعني هذه المفهومية وهالأساليب اللي المفترض أنها تكون أسلوب حياة دكتور، يعني ما بين أنه والله أخليها طبيعتي، أنه والله شخص يتفكر بهذه الأمور الإيجابية والجميلة وينبع عنها الشكر والامتنان، يعني قد تكون مهمة في غاية الصعوبة، خصوصا تحدثنا أنه يتعلق فيني وفي المجتمع وفي الآخرين. نعم، كنا نتكلم قبل شوية إذا حبينا نعدد الأشياء اللي تخلينا حزينين أظن إحنا راح نعجز نلاقي أوراق تكفي هذه الكلمات. لكن من 1970 في واحد اسمه سليجمان طلع بفكرة حلوة، أسس نوع من علم النفس مع علم النفس الإيجابي، فبدأ يتكلم عن الشكر والامتنان، المسامحة، العرفان بالجميل، التفاني، الشعور أنه أنت دائما مدين للآخر على الأقل بابتسامة، ثم درزها من كل النواحي. أرجع وأذكرك إحنا بعض الأحيان قد تكون الأمور مو بيدنا ولا بيد الآخر اللي أمامنا، قد تكون ظروف لا نستطيع أن نتحكم بها مثل الظروف اللي يمر بها العالم الآن. هل هذا معناها أنه أنا أركز على هذه الجزئية من حياتي وأنسى الجزئيات الآخر؟ على المستوى الأبسط خليني أكون ممتن لنفسي، خليني أكون ممتن للقوى العظيمة اللي وهبتني هذه الحياة، للأشخاص اللي موجودين في بيتي ولا يطلبوا من عندي كلمات الشكر والعرفان، لزملائي في العمل اللي خلوا عملي أسهل، للشخص البسيط اللي فتح لي الباب وخلى وجودي في هذا المكان أسهل وسهل. إحنا نستطيع أنه نمضي ساعات وإحنا نتكلم عن الأشياء اللي تخلينا نبكي ونحزن ونجلس ونكتئب ونكره الدنيا ونكره ظروفنا، لكن في خضم هذه الأشياء أكيد ولو يبدو أنه بعض الأحيان الكلام قد يكون سطحي، أكيد في أشياء كثيرة تخلينا سعيدين أن احنا موجودين في هذه الحياة. طبعا. أكيد دكتور، بس في شخصيات مختلفة يعني قليلا عن شخصيات الناس اللي موجودة الآن، أنه شخصيات هي سوداوية، شخصيات تصحى من النوم شايفة المشاكل، شايفة كل شيء مشكلة في الحياة. أنا مسموح بتموني لأنه شوف طالعت عليك لما قالت أنا حسيتك أنا بس أني قاعد أفكر سويت سوداوية. أنا لأنه ما قالوا لي مسموح لي أمزح يعني ولا لا. في قناة الأخبارية عموما وفي برنامج اليوم النفسيات زينة، يعني نشوف الإيجابيات، لكن فعلا في ناس يمكن هم ما هم موجودين الآن لكن موجودين في الحياة شخصيات سوداوية، كيف الواحد يدرب نفسه أنه ما يكون شخصية سوداوية وأنه دائما يجذب الطاقة السلبية؟ أقل ما بيها، ويمكن هذه نصيحة قد تكون فيها جزء من الأنانية، أنت لست مسؤولة عن جميع الأشخاص المحيطين فيك، كل شخص له ظروفه وله الضغوطات اللي وضع نفسه فيها أو اللي وضعتها الحياة فيها ويصبح على أساسها شخص مكتئب أو قلق أو سوداوي، أنت لست مسؤولة أن تشاركيه هذا الشيء إلا إذا كان في رابط قوي بيناتكم بحيث أنه تسمح لنفسك أنه تساعدي أنه يخرج من عنده، لكن لا تسمحي لهذا الشخص أن يعديك بسوداويته وبسلبيته. يعني إذا شفت شخص قريب منك سوداوي اتركه في حاله لا مش لدرجة هذه النقطة أتركه. دكتور مهمة يعني استفسر عنها، كثير من الناس تكتب أنه ابتعد عن أي شخص سلبي سوداوي، يا أخي غالي علي بس بنفس الوقت ما أبغى يأثر علي، أعطينا الحل في هالمعادلة. ممتاز، أنا أستطيع ما أستطيع، يعني هو قدرتك على الاستطاعة محدودة، مهما أنت حاولت أن تشحن نفسك بالطاقة الإيجابية فأنت بحاجة أنت كشخص لهذه الطاقة الإيجابية لاستمرار في يومك. أرجع وأقول لك
لا تنسى احنا قلنا صفحات طويلة من المآسي نقدر نكتب، فاحنا محتاجين لأي شيء يشعرنا انه احنا في راحة، في سعادة، انه احنا ممنونين للأشخاص اللي حولنا، ممنونين لأنفسنا، ممنونين لله سبحانه وتعالى. فإذا وجد في حياتنا أشخاص كل همهم في الدنيا أن يذكرونا بالسلبيات، يذكرونا بمسؤولياتنا نحن عن سلبياتهم وبمسؤولية القدر عن سلبياتهم، بأنهم لم يستطيعوا أن يحصلوا على فرصة عادلة، كل هذول الأشخاص قد يسحبونا إلى حفرة من الرمال المتحركة ليصير كل جهدنا أنه نحاول نخرج من عندها فنغرق فيها. أنا متفق معك، بعض الأحيان قد أنت تدخل في علاقة مع أشخاص لا تستطيع أن تخرج من عندها بحكم الضغوطات الاجتماعية والالتزامات الاجتماعية والدينية، والدي، والدتي، إخواني، زوجة أو صديق عزيز، لكن يجب أن نضع لنفسنا خطوط قد تكون حمراء قاتمة ما نتجاوزها، ما نسمح لهذا الشخص وهو يغرق أن يسحبنا. إحنا موجودين إذا قرر هذا الشخص أنه يساعد نفسه، إحنا موجودين أن نعطيه من بعض من طاقتنا المتوفرة، لكن أنا ما مستعد أنه أغرق معه. هذه هي النقطة الأهم. جيد، يعني كثير من الناس دكتور تشوفه دائما يقولون عنه هذا مرتاح مريح باله، وبعد واحيانا قد يوصف او يوسم ببعض الامور اللي ضايقه شخصيا، نقول لك انت غير مسؤول، انت ما تبالي بالناس، انت مو مهتم بالناس، يا اخي انت ما تعيش مشاكلك زي ما الناس يعيشون مشاكلهم. اولا كيف تشوف النظره للناس اللي مريحه بالها دكتور؟ ممتاز. وكيف تشوف ايضا او تقدم لهم نصائح انهم يتعاملون مع هذه يعني الامور اللي يوصفون بها؟ في النهاية هو الإنسان مجموعة من الأشياء، من ضمنها الضغوطات اللي عليه والالتزامات اللي عليه. بعض الأشخاص يجد أنه هذه الالتزامات هي آخر همة في الدنيا، مثل قبل شوي كنا نتكلم عن المخرج أنه هو يريد في كل أحد الآن يقولنا في الأبن يقول أنا معصب أنا سل يعني ما أعترفه أنه هو طبعا هو من أجمل بأمانة من أجمل الشخصيات يعني عشان هو المخرج عشان هو المخرج عشرة عمر أنا وفهد بس هو لما يريد ينتج عمل يريد ينتجه مش 100% 110% الأشخاص هؤلاء لما يستلم عمله يستنزف كثير من حياته فيها ويعتبرها دليل على أو واحد من دلالات نجاحها. على الطرف الآخر قد يأتي موظف آخر يعتقد أنه هذه هي وظيفة 9 to 5 وانتهى الموضوع، أنا بصمت دخول بصمت خروج. أنت تستطيع أن تتعامل مع الأشخاص حسب ما هم ينظروا إلى الموقف. مثلا قد تكون أنت جالس في استراحة مع شباب ويستفزك أحد اللاعبين وتنفعل معه والحكم ما أعطى، وعلى الطرف الآخر أحد الأشخاص اللي هو قد يكون ما له بالسالفة نهائيا. أنا أعتقد أنه بعض الأشخاص قد يكونوا محظوظين أنهم يعرفوا ما هو المهم في حياتهم، وهو مش بالضرورة يكون هو المهم في حياتي أنا، لكن في أشياء مهمة على مستوى المجتمع، على مستوى الدولة، على مستوى الإنسانية يجب أنه كلنا نشعر بها. يعني مثلا لما يجي أحد الأشخاص ويقول لك مثلا الجائحة اللي احنا فيها يا أخي أنتم مكبرين الموضوع وما في داعي، معلش حلو أن يكون رأسك بارد لكن مو لدرجة أنه أنت تمشي بطريقة غير مسؤولة وتؤذي الآخرين. المسطية والاعتدال في كل شيء تصل أكيد إلى المبلد. وفي مسؤولية مجتمعية لازم كلنا نحس بها. استشاري أول الطب النفسي دكتور أسامة نعيمي، شكرا جزيلا لوجودك. عندي مجال لرسالة أخيرا؟ تفضل دكتور. طيب وين الكاميرا؟ close up please. طيب جرب لمدة أسبوعين كل يوم تذكر بين 3 إلى 5 أشياء تعتقد أنه أنت يجب أن تشكر نفسك، الله سبحانه وتعالى، الدولة أو الآخرين عليها. جربها لمدة أسبوعين، الدراسات تقول أنه شعورك بالامتنان خلال أسبوعين وتسجيلك لهذه المعلومة يحسن حالتك النفسية والجسمانية والعاطفية وحتى المادية لمدة 6 شهور. شكرا جزيلا لكم وشكرا، احنا ممتنين لحضورك دائما المريح يا دكتور. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا.